راه حشومه نورمالمون هادشي، راه الحيوانات، الحيوانات متضامنين علينا. انا ما نكذبش عليكم حامد ربي، ولكن اللي كيبقى فيك الحال التعامل. راه حنايا بنادم، شنو نمل شنو نحل؟ بزاف ديال الحيوانات متضامنين علينا. حنايا صاحبي تيبداو يلوحوا كصاحبي اللي ما كانش باك فشي حاجه، ولا باك صاحبي والله لا عشتي في هاد البلاد. كاينين قوانين ولكن راه ما تيطبقوش. السلام عليكم، سميتي هشام حنين. انا هو داك السيد اللي كتشوفو دابا بزاف لي باج ديال كينيترا اللي تضرب في راسو في اكوابيرا 3/21/7/2015. كاين بعض الناس يقول لك لا داكشي راه ما كاينش، كيقولوا غير اشاعات باش يخيبوا السمعه ديال لابيسين. داكشي براي تضربت بسبب لا مال اورغانيزاسيون ديال داك البيسين. بزاف ديال الناس كيسولوني كيفاش طرا، انا ما بقيتش عاقل، ولكن غير الناس اللي شي يعاودوا ليا كيقولوا كاين واحد الطبيب تعريض اللي فاش مشى الاكوابيغات راه غادي يعرف داك الطبوب. ماشي اوفال كتمشي فيه، هو فيه شي 2 متر ونص ديال الارض. ملي كتمشي كتمشي ليه، تقدرش تمشي ليه، ما تقدرش تمشي ليه. انا هبطت على ظهري ورجلي لتحت، ملي بقيت هابط بديت تنظر غير بوحدي، فقدت ليكيليبر. ملي وصلت للماء وصلت بجهه راسي، ضربت في الماء وراسي وصلت للقاعه ديال البيسين، حيت البروفوندور ما كافيش باش غادي يحمي ديك احميدك الشخص باش ما يوصلش للقاع. مور الضربه نطت، قصت الضربه عرفتها كراف. مشيت للانفيرميير تمايا عندهم في لابيسين، حبسوا لي ريموراجي، طلعوني في لومبيلونس، ما ركبوا معايا حتى شي واحد، صيفطوني غير انا والشافور ديال لومبيلونس من اكوابيغات حتى الكلينيك ستيفان. حد ديك كنت كنقول مول لومبيلونس ما ديناش سبيطار الغابه، ديني الكلينيك. راكم عارفين السمعه ديال سبيطار الغابه كي دايره. اللي بقى فيا عاوتاني الحال، ما حطوا معايا حتى شي واحد في لومبيلونس اللي يمشي معايا من البيسين حتى لوبيتال يشوف يبقى متبع الحاله ديالي. الله يسر توقع لي شي ايموراجي في لومبيلونس نموت تما، ما كانش لا يسق لي الخبار. لي مول الشافور راه شاد الطريق 5750 درهم بالضبط، عاد زيد الدواء وعاد زيد بزاف ديال الحوايج. سكانر الثاني اللي قالوا لي نجي نديرو، قالوا لي مر من نجي نحيد الغراز. انا اول ما نمشي نحيد الغراز من لهنا مازال لي دي جو، غادي ندير سكانر الثاني غادي يشوفوا واش مازال شي حاجه، حيت قالوا لي الا كتحس بشي اعراض ماشي حتى لها رجع. كنحس براسي بعض المرات تيتنمل رجلي، كيتنملوا عليا، وليت كننسى، كنكون كنهضر في شي سوجي شويه كنسكت، ما كنعرفش راسي فاش كنت كنهضر. والحمد لله على اي حال رضات الوالدين وربي حفظني جا من جهتي. اللهم لك الحمد وشكر ربي وحامده بانه جا من جهتي وما عاش زحاف نعذب والديا معايا ونعذب اختي معايا مسكينه مرتها معايا من تضربش مع ديك جوايه الوحده وحده ونص من ديك الساعه حتى ل 11 ديال الليل. السلام عليكم، انا اخت السيد اللي غادي نهضر معكم دابا. سمعتوا كاع داكشي اللي قال، دونك انا اللي عشت اللحظه باللحظه مع هذا الولد اللي تضرب. عيط ليا 21/7/2015 مع الوحده لاروب، قال لي عتقيني عافاك انا راه غادي لكلينيك ستيفان. قلت له معلي، قال لي تفلقت. دوكو انا عندي تفلقت صافي ديال 4 ديال الغرزات. مشيت من تما لقيتو مازال كاع ما جا، كنعيط للنمره اللي عيط ليا بها، لقيتو الشيفور ديال 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 لومبيلونس، قال لي اختي حنا قرابين. مهم وصل، منين كيهبطوا لي السيد من لومبيلونس ماشي تفليقه، الولد وجهه تنفخ زرق، هنايا دايرين واحد الباندا كلها دم، حوايجو كلهم دم، ماشي دق ديال التفليقه. دخلناه كنطيرو به عند الكلينيك، جاو ثلاثة ديال الأطباء كيسولوه شنو كتحس. السيد رجليه منملين، وجهه زرق، ما تيقد أبين باش ولا كيهضر، هاد العينين هكا طاحو كاغنو بالسيف باش يهز عينيه. هو هادشي مش ما تيشوفوش، انا اللي تنشوف. قال ديك الساعه الطبيب قال لنا ما غاديش نساينو غندخلوه دابا يدير سكانر. دار له دو سكانر باش حيت رجليه منملين ما كنعرفوش يقدر يكون غيسك شي حاجه اخرى. دار له سكانر ديال الراس ديال الكولون فيرتيبرا. بون ديك الساعات اوروزمون دي ميرسي ما كاين والو، مي حنا راه كنتسناو سكانر فينال. ابخي ملي غادي يمشي يدير كونترول يحيد الغراض، قالو خصك تجي دير سكانر اخر باش نعرفو شنو واقع، لان هاد الضربه اللي تضرب ماشي سهله. دار له سكانر، خرجوه من السكانر، قال لي شوفي لحد الان ما كاين حتى شي حاجه مي،
قالها ليا كليرمون طبيب، من وعدك بتا شي حاجه، الضربه اللي واكل خوك راه ما يا اما شي ميغاكل اللي ما وقع ليه حتى شي حاجه، ولا غنتسناو شي حاجه مور. هاد السيد محطوط في البايز، قالوا ليا خصك تخلصي باش نهبطوا للبلوك باش يتخيط. واخا شحال نخلص 5500، ما معاه حتى شي واحد يوقع ليه ايموراجي. سوبوزون هاد الولد ما عندوش التليفون، هاد الولد ديك الساعات في ديك الضربه ما كيقدرش يهضر، الشيفور ما عندوش التليفون، الدري وقعت له شي حاجه في وسط لومبيلونس وصل ليا ميت، شنو غندير انا بالغومبورسمون ديال لاسيغونس؟ غندير بها حتى شي حاجه من بعد. هادي لا فاكتور ديال 5500 درهم، ما عرفتش واش كتبان. هادي شنو اللي خلصنا غير ديال الغراز وديال لي سكانير 5500 درهم، زائد 250 درهم ديال الطبيب، زائد هادو الدواء اللي خرج له الطبيب، هادشي غير لي كالمون. هادي هادو لي فاكتور ديال الدواء، حيت انا درت لا فاكتور قلت زعما راه بيسين كبير محترم، ملي غادي نمشي غنعطي لي بابي ديالي غيهضر معايا السيد يقول لي غادي تغومبورسي. هادي 200 درهم ديال هادي ديال العنق، وهذا دواء واحد اخر. سالينا كنعيط للناس، حيت انا ما قلتش لدارنا حتى شي حاجه، ما عيطت لتا شي واحد. انا الوالد عندي فيه عنده القلب والسكر والطونسيون، ماما عندها القلب ما غاديش يتحملو، بقيت بوحدي في الكلينيك انا وداك السيد صاحب الله يجازيه بخير وليا الله. عيطت لواحد السيد واحد اخر جا عندي من الخدمه، هو اللي جاب لي الفلوس. يعني كون ما كانش هذاك السيد اللي غادي يعتقني بالفلوس، خويا راسو غيبقى محلول قد ما هكا ساعه وهو تيخيط في البلوك. ساعه هي الخياطه 20 غرزه، البروفوندور ديال الجرحه 5 مليمتر. هادشي راه ماشي انا اللي تنقولو، راه الطبيب ها هما لي بابي كاملين، ليتا دو سونتي ديالو كلشي، هادشي راه ها هو كاين. العظم بان، خرجنا من تما طلعنا للاكوا بيغات. منين طلعنا للاكوا بيغات السيد سد عليه في البيرو ما باغيش يهضر معانا. انا ما بقاش فيا هذا تضرب، قضاء الله وقدر. 5000 درهم مشات الله يعاونها، ولكن باش يسد عليه في البيرو ما بغاش يهضر معانا. ملي مشينا بعدا لقينا واحد السيد مضروب مسكين، صاحب هشام 12 غرزة هنا، 6 من الداخل و 6 من برا. الوالده ديالو اختو تيغوتو، داروا له اكزاكتومون ميم شوز، تضرب صيفطوا السيد وانتم جالسين. ما يمكنش شنو دايرين باش تقطعوا هاد الباكو باش يخلي هادشي فين غنولي؟ حيت ماشي ولادهم اللي كيجيو لهنايا، داكشي علاش؟ انا عارف لي على شي مسؤول، ولا ما غنخرجش من هنا لا بيت تاعنا حتى غدا الدنيا بلاصتي ونمشي بحالاتي. منين دخلنا انا هادي ضحكاتني، كثرت الهم كضحك مي ضحك. هذا هو لابريمي ديال لاسيغونس. اكزاكتومون سو ريان دو تو. واش دابا هادي المغاربه حنا راه قاريين الحمد لله، واش دابا انا هادي غيجي يضحك عليا بها ويقول لي هادي اللي غادي تعمري باش ترومبورسي في 6000 درهم؟ ني كاشي ني غيان دي ترو، امبريمي نقدر نديرو انا ونقدر نديرو غزال على هكا. ملي قلنا له الشريف هادي سافو غيان دير، انا ما كتعني ليا حتى شي حاجه، هادي عطينا الوراق باش نعمرو لاسيغونس باش ترومبورسينا. هادشي اللي حنايا كنا كنهضرو عليه، قال لك لا هادشي اللي كيتعمر. واخا هو اشاك فوا اللي زاد بروفوكاني انا والناس اللي معايا، اشاك فوا تيهضر تيقول لينا وراه قال ليا وراه قال ليا، وحنا نقولوا له بلاتي حيد انت وجيب لينا هذاك السيد اللي تيقول لك خرجوا لينا يهضر معانا. سد عليه، انا غنصيفط لكم الديريكتور سي ان فرونسي. لو ديريكتور ديال اكوا بيغات مهديه كينيترا وي جوستومون. الناس كيغوتو في الباب ما بغاش يخرج لينا من 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 البيرو. واحد الراجل ولدو تضرب من هنايا، ما فهمتش انايا منين هو جروب ديال اكوا بيغات، ماتيريال نول. الناس اللي بقاو تيجاوبوني في الفيسبوك وتيقولوا لي بان راه الناس مكلخين ما عندنا ما نديروا لهم، بنين بغيتوا تهبطوا السمعه، انا بالفرحه عليا قنيطره مدينتي يكونوا فيها مرافق سياحيه بحال هكا وبلاصه فين يلعبوا وليداتنا، سوا دو بون كاليتي سوا ما بغيناش. بركه علينا معموره بغابه البلوط الله يجعل شي بركه، كنمشيو كنحطو فيها كنديرو كوتا ونرجعو بحالاتنا، ما يرجعش ليا انا خويا بحال ما هكا. باش في نهار واحد، نهار اللي كنا في لاكلينيك، في الوقيته اللي كنت في لاكلينيك، جاو دوكا
من نفس البيسين في لافي. قالوا لي، قالت لي السيده اللي كاينه في الكلينيك راها باقه، قالت لي راه البارح تضربوا جوج ديال الوليدات صغار وجا معاهم واحد من لابيسين، ولكن حيت كانوا معاهم لي بارون قالوا لهم حنا ما نمشوش للكلينيك بلا حتى شي واحد وخلصوا ليهم لي فري ديال الكلينيك. تهزيتو ديتو لا جوندارمري ديال المهديه، الله يجازيهم بخير استقبلونا هضروا معنا مزيان. شنو واقع؟ قلت له سيدي شنو واقع شنو واقع شنو واقع، استجوبوا شنو كاين اكزاكتومون. اللي بغيت نقول واحد المساله اللي هي مهمه، هذا هو التيكي، هذا التيكي ديال اكوابيرات مهديه ادولت، ما فيه حتى شي مو ولا الناس راه تيشوفوا ولا فراز كتقول بان الا وقعت شي حاجه في 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 لابيسين حنا ماشي مسؤولين. دونك بيسكو ما كتبين ليا شي حاجه، انا ما كنعرف حتى واحد، انا كنعرف هذاك لابيسين خويا كان غادي يمشي وفي الاخر ما يستقبلناش. انا التعامل هو اللي قتلني. الناس اللي كانوا معانا الله يجازيهم بخير بقاو واقفين له تما باش يخرج، في الاخر تكرم وتعطف سيد سي بان فرونسي، تكرم وتعطف واستقبل واحد السيد معانا اللي هو فيصل عقال، اللي كنقول له ميرسي بوكو فيصل وميرسي حسين. حسين الرفاعي اللي وقفوا معانا بزاف، قال له علاش ما بغيتيش تستقبلنا؟ قال له حيت انا عارف واللي عنديكم زعما انفورماسيون كو المغاربه مهمجين، الناس القنيطريين المدير ديال اكوا بيغات كيقول علينا مهمجين. هذا الشيء راه كاين في الفيديو، انا ما كنجيب حتى شي حاجه من راسي. حنا دابا ولينا مهمجين، حنا يتكرفصوا علينا في بلادهم ويجي يتكرفص علينا في بلادنا، وفي الاخر ويقول لنا حنا راه سا ماجيستي، سا ماجيستي هو اللي عطانا لوتوريزاسيون نديروا هاد 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 الاكوا بيغات. انا كنقول سيدنا حنا كنثقوا فيك وعارفينك باغي تخدم البلاد، ولكن انا متاكده وحنا كاملين متاكدين ان الا كنتي اوتوريزيتي شي حاجه راه لمصلحه الشعب، ولكن باش يجيو هاد الكنو سمحوا لي انا حيت عصبت يبقاو يتكرفصوا علينا في مدينتنا وفي بلادنا ويصيفطوا لي خويا دمايات وتيشرشروا، وفي الاخر يقول لي حيت نتوما المغاربه مهمجين. انا بخيمي عباد الله اللي سافو غيان ديغ ما عنده حتى شي قيمه جوريديكمون بارلون، راه والو. في الاخر قلنا له غتعطينا دوكيومون اللي هاد السيد شنو قالوا شنو قالوا شنو قالوا، قال لنا وي داكور، عطانا هاد هذا سون كاشي، مازال ما غنهضروش سون كاشي. واش دابا جاي هاد السيد لا باس عليه حيت هو عنده الفلوس غيضحك عليا انا بهذا سون اللي قلنا له كاشي؟ قال لنا ما عندناش كاشي، ما بغى يعطينا حتى شي حاجه فريمون حتى لغد ليهم مشينا. ومنين بقى تيهضر معاه السيد اللي كان معنا فيصل عقا، قال له انا غنعطيك النمره ديال التليفون، حيت فريمون ديك الساعات ما لقينا حل. قلت للسيد صافي خرج من تما حنا غادي نمشيو اون فابورتي بلانت. لو لوندوما مشيت لعندو عطاني هاد الكاشي، منين وريتها لواحد السيد تيفهم في القانون الله اعلم قال لي هادي راه ما كتعني حتى شي حاجه، مي انا درت كاع اللي نقدر نديرو. مشينا لعند لا جوندارمري وقيدنا بهم، ودابا حنا كنتسناو. انا عندي غير حاجه وحده، وليداتنا ما يوقع لهمش هكا 5000 درهم الا ما مثلا مشات الله يعاون، واخا انا كنطالب التعويض ديال هذا السيد والغومبورسمون ديال داكشي اللي خلصنا فيه والتعويض ديال التسخسخه اللي سخسخنا بعدا، لا حنا ولا الناس اللي كانوا معانا. كنطالب المسؤولين ديال قنيطره وكنطالب سيدنا الله يخليه لينا الهلا يخطيه علينا يشوف من حالنا، حيت هذا الولد انا ما نكذبش عليكم انا خايفه من السكانير اللي غايجي من بعد. السيد ولا كينسى ما بقاش يعقل، رجليه ديما منملين ديما لي دولور في الراس، راسه منمل، لا اله الا الله محمد رسول الله. شوفوا من حالنا الناس، وانا كنطالب المسؤولين الله يرحم الوالدين وشكرا بزاف. انا اخوكم في الاسلام، بارطاجيو هذا لا فيديو يشوفوها الناس. ما كنتيش انت غادي دير شي حاجه غير بارطاجيها، ما تعرفش شي واحد عندك في لي زامي يقدر يشوفها يقدر يتحرك، تقدر تجي الروح المواطنه الروح المغربيه اللي مشات هذه في الثلاثينات ما بقاتش. حنايا دابا الجينيراسيون ديال دابا غير كنسمعوا عليها هي القاردات، ولكن نتمناو حنايا بهاد لي فيديو وبهاد المشاكل نحركوها ونعاودوا نحيوها ترجع من بعد نوليها باش يولي داك المغرب المتضامن يد بيد كاملين. وعاش الملك.